نفرح جدا البطولات اللي كان بياخدها محرز مع السيتي، محمد صلاح مع ليفربول. النهارده بنبارك لسفيان مرابط واخد بطوله اتحاد كاس الاتحاد الانجليزي مع مانشستر يونايتد. ومن مين؟ من السيتي. مليون مبروك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مباراه جميله باختصار شديد، لما تلاعب السيتي تقفل المساحات ورا في الدفاع وتهجم بسرعة وتستغل الفرصة هتكسب، وده اللي حصل النهاردة. اليونايتد ليه ما يلعبش كده على طول؟ اليونايتد يلعب على الفرق اللي هتلعبه، لأن اليونايتد اللعيبة مش زي اليونايتد بتاع الزمن، اللعيبة قليلين قوي، يعني ما فيش اللعيبة لا باك يمين عالي قوي ولا باك شمال. فأنت العب. للأسف تناخ مدير فني مانشستر يونايتد بيلعب كان بعشوائية بعشوائية. النهاردة لعب قفل مساحات المنافس، وهو لعب على بقى المميزات اللي عنده وكسب ويستحق الفوز. جوارديولا ما عملش اي حاجة بصراحة علشان يفوز. هدفين لليونايتد في الشوط الاول عمل طمأنينة للعيبة وخد ثقة الدوري الانجليزي اللي فاز بيه السيتي، فانا هلعب مع السيتي وانا مرعوب. لما اجيب هدفين في الشوط الاول هاخد ثقة. مفيش اي فرصة لمانشستر سيتي الشوط الاول. نزول ديكو الشوط الثاني عمل لهم فرص وسجل هدف، لان مهاره واحد على واحد دي ما لهوش دعوه المدرب. لما انا العب ويجي المهاجم بتاع الفريق المنافس يرقص لعيبه، دي مش بتاعتي انا كمدرب. لكن تنهخ مدرب مانشستر يونايتد النهارده قفل مساحات كويسه. لازم اليونايتد يلعب كده كان الموسم كله. يعني سفيان امرابط كان بي 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 لما يدخل فودين جوه مرابط هو اللي يمسكه، عشان كده فودين تقريبا ما شطش ولا كره على الجون، لان مرابط ما شاء الله حطه في جيب البدله الصغير، ما نزلوش الملعب، حطه في الجيب. عمل ماتش كويس. وانا كنت بستغرب لما مرابط جه اليونايتد الراجل تنخ ما كانش بيلعبه، دي حاجه غريبه برضو جدا يعني. جوارديولا لم يفعل شيء، تنخ مدرب اليونايتد هو اللي خطط وهو اللي وضع خطه وفعلا استغل اخطاء السيتي. زي ما قلت لكم مع مانشستر سيتي تقفل المساحات. يعني ايه تقفل المساحات؟ العب باربعه مدافعين وقدامهم ثلاثه يا اخي، مش مشكله، لازم احترم المنافس، يبقى سبعه وعندك ثلاثه مهاجمين تقدر تلعب الهجمه سريعه. ليه سريعه؟ علشان السيتي بيسيب مساحات، لو اتاخرت المساحات دي اللعيبه بتاعت السيتي هترجع. عشان كده الهدفين اتعملوا في منتهى السرعه ومنتهى الدقه. هايلين برونو لعيب خط وسط اليونايتد، مش واخد حظه بصراحه في الاعلام. انا شايف ان هو من اميز لعيبه في العالم، صانع لعب برونو. يعني السيتي لو لعبوا يومين مش هيسجلوا الا اللي جابوا ديكو كده، مهاره فرديه ويشوط جاب جول. يعني زي ما قلت لكم في الاول، زي ما كنا بنحب قوي نشوف النهائيات عشان نبارك لرياض محرز ونبارك لصلاح. النهارده مرابط خد بطوله ويستحقها، رائع وكان من نجوم المباراه النهارده مع فرقته كلها بصراحه، كلهم نجوم من اونانا الحارس للمهاجمين. متشكرين.